حيوية. نشاط. طاقة للاحتفال والفرح والمرح. مدريد في الصيف. اليوم الأحد، ومن ضمن العادات الإسبانية في هذا اليوم هو التجوال في حديقة ريتيرو، رئة مدريد وأجمل حدائقها على الإطلاق. فبعد أن كانت الحديقة واللي تتوسطها بحيرة كبيرة ملكاً للعائلة الحاكمة ولا تستقبل إلا الملوك والنبلاء، أصبحت الآن مفتوحة لعامة الناس. طبعا هي مفروض تكون العمليه ممتعه وحلوه، بس اذا حق اللي يعرف يمشي. انا الحين مهمتي ان انا اروح في الوسط هناك، يعني اشكي ذلك. اوه وايد شغله عوده. I'm stuck in the same place. مو قادر اتحرك يعني في نفس المكان. والله خلاص you change. Me going now. Okay. gracias. No. حظ وكه وما يقلبنا. سوي قلبنا. هذه هو طبعا دانيال من مدريد. هاي مصور. ما عليكم منا شباب يا شحلالاته، بس احنا بالعربي نقول ملوص. ايه تضحك ابتسم وقربلني في الشغل. يلا انت يا ملوص. ايه حلاش. شوف والله بطولة الصراحة. بس حاجة انسى البداية، واحد ما تكيسه يروح ما يعرف. لا والله سهلة طلعت. كانت إسبانيا حتى منتصف السبعينات بلداً فقيراً يعيش
40% من ناسها في بيوت تنقصها أبسط المستلزمات اليومية، بالإضافة إلى أن ربع السكان تقريباً لم يكونوا قادرين على فك الخط. لكن تحول جذري حصل لإسبانيا بعد صدور دستورها الحديث نسبياً عام 1978، حيث ساعد الانفتاح السياسي اللي عاشته البلد بعد وفاة زعيمها الشهير فرانكو واللي حكمها من 39 ميلادية حتى 75، ساعد هذا الانفتاح الأسبان على التحرر من قيود اجتماعية واقتصادية وسياسية فرضتها حقبة فرانكو عليهم. العاصمة مدريد تعتبر ثاني أكثر مدينة مزعجة في العالم. في إحصائية قرأتها مؤخرا تبين بأن أول شيء تأتي طوكيو ومن ثم تأتي مدريد من ناحية الإزعاج ومن ناحية الضوضاء الموجودة في هذه المدينة. أنا شخصياً لا أتفق تماماً مع هذه الإحصائية، صار لي أكثر من يوم الآن في مدريد وأعتقد بأن المدينة معقولة بالنسبة للضوضاء، لأن في مدن عربية الواحد ما يقدر يمشي مترين إلا يسمع صوت الهرن وهو يتحرك في شوارعها. فإذا مدريد أنا أعتقد قد تكون مزعجة، ولكن أعتقد أنها إزعاجها معقول جداً. موسيو ثياسان بورنوميسا زا أحد المعارض الفنية المشهورة في مدريد واللي يحتوي على لوحات قيمة لموني وفان جوخ وتيتيان وبيكاسو. كما أن قسما خاصا من المعرض يضم مجموعة فنية لعائلة ثرية وصولها مشتركة بين ألمانيا وهنغاريا، اشترتها الحكومة الأسبانية منهم بقيمة 300 مليون دولار أمريكي عام 1993. المعرض ضخم وتزين جدرانه حاليا قرابة 800 لوحة. بلازا سابيلاس وسط مدينة مدريد، وهو المكان اللي تجمع فيه المدريديون ليحتفلون بفوز فريقهم ريال مدريد. تلاقيهم كلهم موجودين في هذه الساحة يتجمعون ويحتفلون بالفوز. أيضا في مبنى للبريد الأسباني موجود خلفي، في مبنى آخر اسمه بيت الأمريكان وهو يقال أنه مسكون بالأشباح. الآن الأسبان في وضع اقتصادي معقول، ولكن لا تزال فجوة كبيرة بينهم وبين جيرانهم الأوروبيين من ناحية المدخول ومعدل البطالة، حيث تبقى البطالة في أسبانيا هي الأعلى في أوروبا. ومن الطبيعي أن يبقى الخريج عاطلاً عن العمل بعد تخرجه من الجامعة لمدة تزيد عن 3 سنوات. Hola. Hola. I want tapas. Do you speak English? Yeah, a little bit. A little bit. So, what kind of tapas do you give?
We have portions, croquettes, omelette of zucchini. Okay. Sausage, fried sausage. All right. So I'll take croquettes and I'll take fried sausage. Okay. Gracias. Thank you very much. طبعا هذه هو الكروكيت وهذه هو صحن التاباس او التابا للصحن الواحد تاباس للجمع. نبوق الكروكيت الحين ونشوف شلون طعمه. جديد وخفيف. انصح فيه. تباس أكلة خفيفة الواحد يقدر يأخذها على وقت بس يفضل أن يأخذها الظهر. لا توجد أكلة لا يمكن أن تحتويها صحون التباس الأسبانية، فالسجق أو البطاطس هما جزء بسيط من القائمة الطويلة اللي بالإمكان أن يحتضنها الصحن الصغير. والفكرة من التاباس هو أن يأكل الفرد أنواعاً مختلفة من الطعام ولكن بكميات قليلة تجعله محافظاً على نشاطه ولا تثقل معدته. والتاباس لا توجد إلا في إسبانيا، فهي جزء لا يتجزأ من حياة الأسبان، يقبلون عليها في النهار والليل. شارع غرانبيا وهو أيضا في وسط مدريد، أوصيكم إذا زرتوا العاصمة الإسبانية أن تتواجدون فيه. هذا الشارع هو شارع المسارح، شارع السينمات، وشارع المطاعم وأيضا المحلات التجارية. غرانبيا المميز فيه أنه في حركة دائمة، سواء كان في أيام العطل أو حتى في الأيام العادية أيام العمل. بس ايضا في ملاحظه، صحيح قلنا في مسارح، صحيح قلنا في سينمات، ولكن نرجع على موضوع حاجز اللغه. المسارح تقدم المسرحيات باللغه الاسبانيه، قد تستمتعون بالموسيقى اللي تقدم، لكن اللي ما يفهم اسباني، اللي ما يتكلم اسباني راح يجد صعوبه في فهم الحديث الذي يدور في او على المسرح. الموضوع الاخر، كل الافلام الموجوده في اسبانيا هي افلام أغلبها عفواً تقدم باللغة الإسبانية، يعني هي مدبلجة. يعني مثلاً على سبيل المثال في الباليثيو دي لا ميوزيك كا دار عرض، أحد الأماكن المخصصة للعروض المسرحية، ولكن في العشرات على هذا الشارع، وهي أيضا جزء من مدريد القديمة. يعني الممتع حقيقة في إسبانيا هذا التنوع اللي تشوفونه من الناس، بس تبقى إسبانيا يعني أيضا محدودة من ناحية الأشخاص، الناس اللي فيها، يعني ما فيها الكثير من الأفارقة، ما فيها الكثير من الآسيويين، أغلب الأجانب الموجودين فيها يأتون من أمريكا اللاتينية، لأن بالإمكان الأمريكي اللاتيني الذي يأتي من أحد المستعمرات الإسبانية السابقة أن يحصل على الجنسية الإسبانية خلال عامين فقط، أما الأجانب من دول أخرى فيحتاجون إلى وقت أطول للحصول على الجنسية الإسبانية. مصارعة الثيران أو لاليدا بدأت في إسبانيا في منتصف القرن الثامن عشر،
موسم الهواية الإسبانية القديمة يبدأ في مدريد من منتصف مايو ويستمر حتى نهاية يونيو. إلى حلبة مصارعة الثيران بلازا دي توروس في مدريد واللي افتتحت في عام 1929. راح نشوف هذه الرياضة الإسبانية اللي طبعا منتشرة في كل إسبانيا ولكن مدريد تحديدا مشهورة فيها. So it's like 15 euros to get into the Plaza de Toros, which is a reasonable price. السعر معقول جدا على أساس تدخل إلى حلبة مصارعة الثيران. الشخص الواحد يتكلف 5 يورو. إحنا كنا ثلاثة، لذلك التذكرة الواحدة تكلف 5 يورو. Five for 20. Okay, this is your ticket. Okay. This is some information about us in English. Okay. Good. Thanks. And my program for July. Okay. Alright. You want a free poster? Wait a minute. Woo! You're a good person. عرفنا يعرف المصور فبراح يساعدنا وهو شيء جيد. يعطينا poster. Your ticket. Oh, thanks. Two posters. Huh? We're lucky. احنا محظوظين. راح ندخل داخل الى حلبة مصارعة الثيران. What's this? Se pide, por favor, ¿puedo probar? Ah, two items. Oh. Te dejo probar. Sorry. طبعا حاولت توشني من ليش ابوك. I'm sorry. I don't know. I'll have this one. ¿Esto? Yes. ¿Así? Okay. ¿Otra de estas? Yeah, why not? Okay. طبعا ما في لغة. That's it. Gracias. Thanks a lot. Yeah. Okay. Two. Thank you. Medio kilo. Medio kilo. 15 euros. 15 euros. 15 euros. No. Sí. No. 15 euros. Es almendra artesana. 15 euros. Esto es artesano. To get in the Plaza de Toros is 15 euros. To buy something from outside is 15 euros. You're gonna still say go to hell. What's this? No, I don't want 15 euros. No, I'll take only one. Sorry, I'll take only one. 15 euro عشان الواحد ياخذ حب وما ادري شنو. بوق. كده شيء كنا تاخر ايه
متحمس بس بعد متخوف. ما تشوف ثور يموت شوي. دم يتساءل كثيرون ممن يعتبرون مصارعة الثيران بأنها عرض وحشي، يتساءلون ما الممتع في مصارعة الثيران، ويجيب الأسبان بأنها تعطي دروسا في الشجاعة وخفة الحركة والسيطرة على الأعصاب، كما أنها تذكر بالموت. المتادور هو نجم الفريق، هو اللي يجذب الأنظار من خلال تحركاته الرشيقة وشجاعته في مواجهة الثور الهائج. من النادر أن يجد المرء مدينة أوروبية بجمال مدريد، خاصة في المساء،
فهذه المدينة والتي تعتبر من العواصم الحديثة نسبياً مقارنة بالعواصم الأوروبية الأخرى تعرف كيف تظهر زينتها عندما يحل الظلام. وقد يرجع السبب في اهتمام المدريديون بجمال مدينتهم الليلي هو عشقهم اللامحدود للسهر، فهي تكاد تكون العاصمة الأوروبية الوحيدة اللي تبقى مقاهيها ومطاعمها مفتوحة حتى بعد منتصف الليل. يقدمون برنامج في التلفزيون الإسباني الاثنين. أشهر سندويشات كاليماري تحصلونها في مدريد عند هذه المكان لا كامارانا. سندويشات رخيصة في الليل تكون خفيفة على المعدة. The typical Spanish. رخيصة وايد. احنا قدناكم منها. زين. بلونة. الواحد ياكل برا احسن ما ياكل داخل زحمة وبرا ويا الناس، وصراحة ميت من الوع. لذيذة. ونظرا لحب الأسبان للسهر، فأسبانيا قررت أن تبدأ يومها في الساعة 10 صباحا كي لا تجبر عشاق السهر على الاستيقاظ مبكرا للوظيفة. الناس كلهم برا مستمتعين بهذا العرض، والإسبان دائما حياتهم هي حياة سهر. تطلع تشوف هذه العروض
اللي موجوده في اكثر من ساحه. اليوم ترى ما عندهم احتفال، بس فكروا ان بدايه الصيف خلينا نعمل العاب ليزر جد، يعني ما في اي مناسبه. نعم، أنا في الأندلس، في الأرض اللي سكنها الأجداد لقرون طويلة، وإلى ملقا أتجه، أشهر المصايف الإسبانية على الإطلاق، واللي أصبحت مدينة صناعية في القرن 19 بعد أن قامت الطبقة المتوسطة فيها ببناء مصانع للأقمشة كانت تصدر إنتاجها إلى جميع المدن الأوروبية. الناس في ملقا يغلب عليهم طابع من يسكنون سواحل البحر الأبيض المتوسط، هم أكثر حباً للاستمتاع بالشمس والخروج للأماكن العامة والإطالة في أوقات الاستراحة. فالسيستا أي القيلولة والممتدة من الساعة الثانية ظهراً إلى السادسة مساءً عادة أندلسية يمارسها أهالي الجنوب الأسباني بحب شديد. مثلاً سوق ملقا الرئيسي يشهد هدوءاً كبيراً خلال فترة القيلولة، والمحلات أغلبها مغلقة والحركة فيه محدودة حتى يأتي الليل. ملقا صاحبة أكبر مطار دولي في الجنوب الأسباني، تقع على شاطئ الشمس أو الكوستا ديل سول، وهو الساحل الممتد إلى مضيق جبل طارق. هذا الشاطئ تم إعادة بناء المدن الأسبانية الواقعة عليه بعد أن كانت تعاني فقرا شديدا في أواسط القرن الماضي. ملقا هي مقصد للسياح متوسطي الدخل، فالأسعار فيها سواء في الفنادق أو المطاعم أو حتى المواصلات أرخص من مدريد العاصمة، وتعتبر بالنسبة لأوروبا مصيف رائع بالإمكان الفرد أن يقضي فيها فترة طويلة دون أن تقلقه الفواتير. مدينة ملقا طبعا بناها ووجدها الفينيقيون، ومن ثم في أيام الدولة الإسلامية ازدهرت هذه المدينة وكانت المدينة الثانية بعد قرطبة، حيث طبعا الميناء اللي وراي في أيام الدولة الإسلامية كان هو الميناء الرئيسي للأندلس. الآن نتحدث عن ملقا، حاليا هي مدينة سياحية بحتة تعتمد بشكل أساسي على السياحة وتعتمد على شاطئها الواسع والممتد لمسافة كبيرة.
الجو في ملقا يعني يتراوح عادة في فصل الصيف ما بين 30 درجة مئوية إلى 37 درجة مئوية، حارة ومثل جونا، لكن طبعا الحيوية والنشاط اللي تتمتع فيها ملقا هي اللي تخلي الواحد يزورها. احنا طبعا جينا في فترة المغرب تقريبا والشمس تغيب في ملقا تقريبا الساعة 9:30، فتخيلوا هاي المغرب عندهم. عموما نشوف قدامنا الان هناك عند الشباب في الباربيكيو الشواي اللي يصير على البحر في ملقا تحديدا يسمونه موراغا، وفي كل اسبانيا يسمى باربكوا، فهناك في اختلاف في الاسامي، لكن اللي ملقا لازم يقول موراغا حق الباربيكيو عشان يعرفون الاسبان شلون يتفاهمون معه. عموما خلينا نشوف الجو العام في بيتش ملقا. هو بيتش عائلي، يعني الشاطئ ذي يقصد عادة العائلات اكثر من الشباب واكثر من العزاب، خلينا نقول دائما الاطفال تجدونهم موجودين اكثر على هذا الشاطئ، العائلات اللي تحب انها تتجمع في موقع واحد وتستمتع بالبحر وبجمال البحر. فاهم الاطفال الاسبان شوفوهم. الان التجهيزات قائمة على قدم وساق للاحتفال ببداية فصل الصيف. الاحتفال راح يكون بالنيران، راح يحرقون الكثير من الحطب والأوراق على اساس يحتفلون ببداية الصيف، وهو احتفال يعني اساسا ديني، ولكن ايضا تم تغيير مفهومه الان لانه احتفال لاستقبال السياح، لاستقبال فصل الصيف، لاستقبال الاشخاص اللي ينعشون هذه المدينة، لانها هي اساسا مدينة قائمة على السياحة. في ملقا مشهورين بأكلة الأسبيتو، وهو سمك السردين الصغير، بس يوضع طبعا في أصياخ ويشوى على الفحم. فأشوف طايحين في طيحة، طبعا أنا أعشق المأكولات البحرية فراح نشوفها. هي سمكة السردين، راح نأخذها أول مرة بالليمون، بدون ليمون، مرة ثانية بالليمون. لعشاق السمك الأكلة راح تكون أكيد تعجبهم وراح تكون أكيد مميزة. الصحن فيه تقريبا 1، 2، 3، 4، 5، واللي كليتها السادسة. هالمرة ناخذها بالليمون وباليد ناكلها وايد أحسن. بما أن ملقا مدينة ساحلية فالأكلات البحرية هي الأبرز هنا، حيث عادة ما يكون السمك طازج ويأتي يوميا بكميات كبيرة من البحر القريب جدا. والأسبيتو أو الأسبيتا حسب اللفظ أكلة خفيفة وأوصي بها كل من يزور ملقا. أحلى الأكلات على الإطلاق بالنسبة لي شخصياً هي شوربة الأصداف البحرية، فهي تجبر الشخص أن يستخدم حواسه الخمس من أجل أن يتلذذ بأكلها. Thank you.
12 ونص في الليل والأسبوعين لحم برا. يعني الجميل في الموضوع أن عائلات شباب أطفال الكل متواجد على البيتش، الكل قاعد يحتفل ببداية الصيف، وأصلاً كل أسبوع عندهم هو بداية الصيف. البيتزا اللي كليتها اليوم انا هذا هي يشوونها وهي موجوده في كل مكان. طبعا هذه الاكله يعني اكله شعبيه في مالقا تحديدا، موجوده في على الشاطئ كل مكان، وين ما تروحون بتحصلونها. وهذه عائله تشعل النار الان احتفالا ببدايه الصيف، معاهم الأطفال والأب وزوجته، جو حلو، جو احتفال. مدينة ملقا يقطنها 537 ألف نسمة، أغلبهم من الأسبان، هناك قلة قليلة من الأجانب موجودين في هذه المدينة. وعلى الرغم من أنها عاصمة الكوستا ديل سول أو شاطئ الشمس، إلا أنها تبقى مدينة فيها يعني معالم سياحية محدودة، ولكن هناك في رمز في هذه المدينة، رمز يعود إلى الحقبة الإسلامية يزوره الكثيرون عادة، وهو قصر الكزبة والموجود في جنوب مدينة ملقا. يعتقد أنه بني في عام 1057 ميلادية، وكان مسكنا لأحد الحكام المسلمين في تلك الفترة. في الأسعار بالإسباني بالإنجليزي بالألماني بالفرنسي بالإيطالي، أسعار لجميع اللغات، يعني ما تحصلون صعوبة إن شاء الله إذا حاولتوا تدخلون، لكن أعتقد لازم أشتري تذكرة. أوكي. How can I buy tickets? No, es que lo que pasa que los domingos por la tarde es gratis. Ajá, يعني هاي المشكلة ما نفهم. A partir de las 2 de la tarde es gratis. Thanks a lot. Gracias. يعني تحكي معاي بلغة. يلا. القصر أندلسي الهندسة، ويظهر ذلك واضحا من خلال أقواس الأبواب والأبراج الدفاعية المربعة والممرات الفسيحة. وكذلك القرميد البني والأسوار المبنية من الحجر الأحمر. Thank you.
تشرب ماء يا؟ ما شربت ماء ولا شنو بس تخلي كذي؟ ما عجبها. اوكي. قاعد احاول اوصل حق متحف بيكاسو في ملقا، لان بيكاسو اصلا هو ابن ملقا، وهو مولود في هذه المدينه في 1881. فهو هذه المتحف والزحمه واصله الى اخر الشارع. ناس وايد تنتظر، ان شاء الله يصير في مجال ان ادخل، يعني فرصه اليوم الاحد، ومن ضمن البرنامج ان نزور المتحف الحين، فان شاء الله يصير عندنا وقت ندخل، بس ناس وايد لازم نوقف في الكيو. ننتظر. ظهر وشمس وحار. لازلت في الكيو، بس للأسف وصلتني أخبار أن أنا ما أقدر أدخل داخل وأصور، الكاميرا ممنوعة داخل، لازم أكلم أحد الأشخاص على أساس أخذ تصريح للتصوير. يعني الظاهر اليوم ما راح نشوف متحف بيكاسو للأسف الشديد. بروحي اقدر اشوفها، بس انتم ما تقدرون تشوفونها وياي. عموما راح اتصل، راح اكلم الشخص الموجود على هذه البطاقه ونشوف اذا نقدر ندخل يمكن بكره وبعد بكره. يلا. واصلت جولتي في الاندلس وانتقلت الى مدينه روندا شمال ملقا. مدينه لا تطل على البحر، لكن فيها الكثير من آثار المسلمين، حيث كانت تعتبر هذه المدينة حلقة وصل بين قرطبة عاصمة الأندلس سابقاً والمدن الساحلية في الجنوب. المباني في روندا أندلسية بحتة، فهي بيضاء اللون ومغطاة بقرميد ملون. احنا كنا في ملقا وانتقلنا لمدة ساعة ونص 100 كيلومتر إلى روندا. هذه هي روندا. الحين احنا على هضبة وتطل على وادي. هذه طبيعة الجنوب، يعني الجنوب جاف نوعا ما، وأيضا إسبانيا في الوقت الحالي تعاني من نقص الأمطار، يقال أنها بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض. في الآن العلماء يدرسون أسباب نقص الأمطار في الجنوب الإسباني تحديدا. روندا جبلية بعيدة عن الشاطئ مثل ما قلنا. أحد أبرز معالم روندا هو جسر سانتو ديمانجو الضخم ذو الأقواس الثلاثة، واللي يربط صخرتين جبليتين بين بعضهم البعض. بني هذا الجسر من قبل الملوك الكاثوليك بعد سقوط الدولة الإسلامية. شلون ندخل لي؟ في مجال ندخل؟ ما أعتقد في مجال ندخل. هذه هي إذن الجانب الآخر من المدينة، وأيضا واضحة في العمارة الإسلامية، يعني مدينة إسلامية بحتة.
كل شيء مسكر للأسف. هوتيل باب من بابان أول نفس الخشب اللي عندنا. شوف الباب الصغير ها مع الباب الكبير. حديقة القصر الأندلسي في روندا صممها المهندس الفرنسي جان كلود فوريستر عام 1919. حاول فوريستر أن يمزج تصميم الحدائق الأندلسية والحدائق الأوروبية. النتيجة حديقة أكثر من رائعة. يعشق الأسبان العايشة في المدن، فهم أحد الشعوب الأوروبية اللي من النادر أن تختار النزوح خارج حدود المدينة. ويفسر البعض الطبيعة الأسبانية هذه إلى رغبة الأسبان الشديدة في تكوين العلاقات مع أكبر عدد ممكن من الناس. كما أن الأسبان وخاصة الأندلسيين منهم لا يؤمنون كثيرا بترك منزل الأبوين في سن مبكرة كما يحصل في أغلب العالم الغربي، فالسكن مع العائلة حتى الزواج أمر مقبول جدا بل ومحبب عند الأسبان. ملقا تحتضن طبعا متحف بابلو بيكاسو أحد أشهر الرسامين في العصر الحديث. هذه المدينة كما ذكرنا في السابق هي مسقط رأس هذا الفنان العظيم الذي ولد في عام 1881. هذا المتحف يقع على أنقاض قصر إسلامي قديم. القصر الآن يسمى بونافيستا، ولكن بعض من معالم القصر الإسلامي القديم تظهر واضحة عندنا من خلال البرج اللي موجود فوق حسب ما نشوفه. هذا هو الشيء الوحيد اللي تبقى من القصر الإسلامي. الآن راح ندخل المتحف، راح نشوف بعض الرسومات الأساسية اللي موجودة في متحف ملقا لبيكاسو. في سن صغيرة انتقل بابلو بيكاسو مع والديه من ملقا إلى برشلونة، وهناك تفجرت مواهب أعظم فناني العصر الحديث. بدأ بيكاسو حياته برسم لوحات متشائمة تغلب عليها الألوان الداكنة في مرحلة سميت فيما بعد بمرحلة بيكاسو الزرقاء. ثم انتقل بيكاسو إلى المرحلة الوردية، وهي المرحلة الإبداعية اللي شهدت انفتاحا أكثر على الألوان وتفاؤلا أكبر في المواضيع. بعدها وصل بيكاسو إلى أشهر ما عرف به وهو الفن التكعيبي، حيث استطاع من خلاله كسر القواعد الكلاسيكية للرسم وأن يحقق ثورة في تاريخ الفن التشكيلي المعاصر. هذا القسم في متحف بيكاسو هو القسم اللي يقربنا أكثر من هذا الفنان، لأن في هذه القسم بدأت تظهر الملامح الحقيقية لأسلوبه حقيقة، واستمر على هذا الأسلوب لفترة طويلة، دخل في الفن التكعيبي وأصبح رائد فيه. الكثير من اللوحات في هذا القسم أيضا غير موقعة، لأنه كان يعني
كان يفضل أن يخلي هذه الرسومات عنده في البيت وما يبيعها. لذلك هذه الكوليكشن أو هذه المجموعة غالية أولاً في الثمن ونادرة، غير موجودة في أي متحف آخر، حتى في برشلونة، حتى في باريس اللي فيها المتاحف لبيكاسو ما راح تحصلون هذه الرسومات ولا حتى نسخ منها أو يعني محاولات لإعادة رسمها. طبعاً هذه زوجته الأخيرة جاكلين، وهي فرنسية الأصل وكانت صغيرة جداً في السن. يقال أن هي كانت مسيطرة على بيكاسو في آخر أيامه، هو عاش 92 سنة، فجاءت يعني امرأة جميلة وصغيرة فبدت تفرض عليه أنه يجلس في المرسم ويرسم بدل ما أنه يستقبل الزوار، بدل ما أنه يعني يضيع وقته في المجاملات، فرضت عليه أنه يواصل عمله ويجتهد في فتراته الأخيرة. فبعض التفسيرات لهذه اللوحة بأنه هو رسمها كأنه هي أولاً ما طالع شيء بالعين اليسرى، عفواً العين اليمنى، ما طالع شيء كأنها طالع مكان آخر، لكن في نفس الوقت من خلال العين اليسرى هي قاعدة تطالع وتراقبه. فهذه كانت عملية أو كانت العلاقة بينها وبينه، فيها نوع من يعني من المراقبة ومن السيطرة، وأيضا فيها نوع من يمكن الحرية اللي هي كانت توحي له بها من خلال عمرها الصغير. لم يعرف بيكاسو الهدوء قط، حيث كان غزير الإنتاج، فلا يكاد ينتهي من لوحة حتى يبدأ في رسم الأخرى، وقد ظل كذلك حتى التسعينات من عمره، يرسم وينحت ويبني المجسمات وينتقل بين التكعيبية والسريالية والكلاسيكية المطورة. في الحلقة القادمة راح أزور مدينة ماربيا، مدينة الأغنياء والمشاهير، وراح أكل الأكل الأسبانية المشهورة البياجا، وكذلك راح أزور أشهر المعالم الإسلامية في الأندلس، قصر الحمراء.